محمد حامد محمد من مصر كفر الشيخ له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم لبس الخاتم من البلاتين أو الماء أو الألماس للرجال؟ يجوز للرجال لبس الخاتم من أي مادة كان، من الفضة أو من البلاتين أو من إلا الذهب. الحمد لله. أي إن الله حرم لبس الذهب على الرجال، وما عداه من الخواتيم فلا بأس، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم.